شو هالدولة بكره علي الدولة شو هالدولة شو هالدولة يا طير الطاير يا رايح عالديري تحليك عيوني وتصونك عيوني فرقة العاشقية واللي كانوا يوميها بيسمونهم أول بداية الثورة الفلسطينية في 65 كان هو فرقة بيسموه فرقة المجموعة اللي كان إذاعة صوت فلسطين كانت هاي اللي هي كانت دائما أغنية وتيجي يعني بنسمع أنا موعدش هذيك الأيام بس بعرفها يعني جيدا لأنه كانت معانا بالمدرسة يعني ناخذ عن التاريخ والأشياء فكانت فرقة العاشقين يعني وحتى قبلها في يمكن كانت بلشت هي من أغاني كانت بسموها ثورة البراق كانت 1936 قبل الاحتلال الإسرائيلي أيام الاحتلال البريطاني على فلسطين فمنها استوفوا منها قصة اللي هو محمد جنزور وعطا الزير كانوا هم رواد بهذه الثورة ثورة 1936 وبلشت من أيامها لما بالانتداب البريطاني يعني أعدم هذول الثلاثة كانوا هم اللي كانوا يعني في مقدمة هذه الثورة فكانت إنه أول أغنية لما طلعت من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد الحجاز وهاي الأغاني وبلشت مع يعني مراحل اللي هو خليني أحكي لك النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ضد الاستعمار يعني دائما حتى الأغنية الفلسطينية والأغنية الثورية يعني كان لها دور كبير هي تشهد الناس وكان لها دور كبير في التأثير كمان على معنويات الناس تعرف يعني أي شعب يكون تحت الاحتلال الأغنية أيضا يعني لها دور في دائما في تحفيز الناس على مقاومة الاحتلال ف يعني كان أكيد في كان هو فرقة العاشقين وهذه الأغاني يعني كنت بعرفها إنه أنا صغير والأغاني اللي أنا قلت عليها بتعرف يمكن هذا يمكن زمن معين ولكن هذه شغلة راسخة في وجداننا إحنا الفلسطينيين ف الأغاني الوطنية والثورية كانت طبعاً إن هيك طبعاً أنا التراث الكبير الفلسطيني يعني الأغاني أغاني الأفراح وأغاني وين عرم الله والأغاني التراثية اللي إحنا بنغنيها بالأفراح لأنه هذا جزء من حضارتنا ومن تاريخنا عرفت كيف فهذه شغلات يعني كان لها أثر كبير يمكن في شخصية محمد يمكن أو خليني أحكي لك الفن الفلسطيني بشكل عام جزء كبير منه يعني اعتماده على الأغاني الوطنية لسبب الظروف اللي احنا عشناها كفلسطينيين من الاحتلال وإلى آخره فيعني الأغاني الوطنية أو الأغاني الثورية وخاصة أغاني العاشقين بقول لك يعني أنا بعرف من مصدري حتى الجيل القديم من الشعب الفلسطيني بيعرف فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى هذا دليل من دل عشي انه في جزء اكبر من حياتنا اللي هو عنا عمل وعنا الحق للروح للفرح يعني ما غني اغاني للفرح احنا مش حياتنا مش كلها موت احنا يمكن ظروفنا الاحتلال هو اللي فرض علينا هذا الاشي مش احنا ما بدنا اياه بالعكس احنا بدنا نعيش زي اي شعب في العالم نعيش بحريه نغني نفرح ننبسط زي هالناس احنا جزء من تكوينه البشريه ومن هالعالم اللي موجود ف الشيء اللي دفعني انه انا عندي حلم وبدي اغني وبدي اوصل واصير يعني فنان كبير هذا كان حلمي يعني من وانا صغير رغم طبعا هيك عن الظروف الاحتلال القاهره الحصار موضوع السفر اللي شيء شبه مستحيل بسبب الاحتلال الاحتلال مثل كثير في حياة الشعب الفلسطيني خاصة بفلسطين والأرض المحتلة بشكل كبير حتى بحاول الاحتلال دائما بحاول يقتل كل شيء جميل يعني هو أنا مثل بسيط من الشباب الفلسطيني الموهوم في كل المجالات مش بس في المجالات الفنية عرفت كيف مجالات رياضية علمية ثقافية مسرحية أدب وشعر هاي الأشياء يعني
جزء من تكوين اي مجتمع، عرفت كيف؟ لكن احنا للاسف يعني بيأسفنا انه نحكي انه الاحتلال الاثر كبير علينا، يعني بحاول انه اي احتلال بالعالم بحاول يقتل الشيء الجميل، عرفت كيف؟ لكن على الرغم من ذلك انه الاشياء الجميله موجوده وموجوده بكثره. يعني انا مثل بسيط من الشباب هذول المبدعين اللي انا بحكي لك عنهم، شعب يعني بدور كيف يعيش، عرفت كيف؟ مثلا ظروف الاحتلال هي اللي فرضت عليه معادلات ثانيه. واحنا كثير نفتخر فيه. الله يخليك، تستاهل. طبعا يعني انا من خلال حفلاتي ومن خلال كثير شغلات، يعني انا بحكي بصفتي كمان سفير لشعبي في كل مكان انا بكون فيه، دائما يعني كان حديثي يمكن انه انا عشان شخصيه عامه كمان موجهه يمكن للعالم العربي وللعالم ككل، انه مقاطعه المنتجات الاسرائيليه هذه شغله، هذه شغله لازم تكون بمجتمعنا، لانه هاي المنتجات تخرج من المستوطنات والاماكن اللي اسرائيل مسيطره عليها ومحتلاها ومغتصبه هاي الارض وهي المناطق وتصدر الكل. طبعا يعني شيء غير قانوني واضح، يعني اذا هذا الكلام مش انا بحكيه، يعني المجتمع الدولي كله بحكيه، انا ما بحب احكي سياسه لكن انا برضه شاب وبفهم بعرف شو اللي بدور في بلدي، عرفت كيف؟ فانه مقاطعه المنتجات هذا الشيء، منتجات المستوطنات خاصه، يعني هذا الشيء لازم ننشره، لازم نتحدث عنه. المستوطنات غير شرعيه، يعني مش انا كمان، هذا انا بقوله كفلسطيني وكل العالم والناس اللي بيتابعوا الامور وحرار العالم بيعرفوا انه هذه مستوطنات غير شرعيه وهي اغتصاب للارض الفلسطينيه، ومنها بوزعوا منتجات على كل العالم. فانه احنا كمان من وجهنا انه احنا كمان كمان احنا ضد الاستيطان وبدنا نقاوم هذا الظاهر، ظاهر الاستيطان بارضنا بكل ما اوتينا، عرفتي؟ بكل المجالات اللي احنا انه المجالات اللي متاحه عندنا. يمكن احنا ما بنقدر، احنا كناس يعني احنا ما بنقدر انه احنا نحمل السلاح، ولكن انه احنا بكلمه طيبه ونفهم العالم، كل العالم انه هذا ال هذه الشغلة يجب مقاطعة المنتجات هاي المستوطنات، لأنه هذه أماكن، هذا أرضنا، هذه الشغلة يعني بتحفز عنه كمان، وإحنا نساهم كمان في، خلينا نقول لك، في مقاومة الاستيطان على أرضنا. هذا جزء من حياتي، حتى رح تشوف خلال الاحتفال انه انا رح اغني اغلب الاغاني انا كرديه فلسطينيه، وهذا الشيء بيسعدني انه انا اسمع العالم وخاصه الجاليات العربيه باوروبا عن اهميه التراث الفلسطيني والاغنيه الفلسطينيه، اللي صدقيني قديش الكبار بالسن خاصه وحتى الصغار اصبحوا يسمعوها ويرجعوا يسمعوا هاي الاغاني ويحبوا هاي الاغاني، لانه في روابط تربطنا بأرضنا، رغم إنه يمكن إحنا كفلسطينيين خاصة وعامة كجاليات عربية متواجدين بأوروبا وبأمريكا وبالغرب بشكل عام، بتخلي في حنين للأرض واشتياق للأرض من خلال هاي الأغاني اللي هي جزء من تاريخنا كفلسطينيين، جزء من الفن الفلسطيني والثقافة والحضارة الفلسطينية، وهذه شغلات لازم نضلنا كنا نحكي فيها إحنا كفلسطينيين خوها، ومن مركزي كمان هذا مهم، هذه يعني رسالة يعني واجب علي إنه أنا أحملها وين ما أروح، نحافظ على وجودنا. يمكن إحنا الاحتلال فرقنا بكثير أشياء، ولكن شغلة بالجغرافيا، فرقنا بالجغرافيا زي ما قلت، ولكن فلسطين لا تكون، طالما في أهلها موجودين وعندها ثقافتها وعندنا فننا وعندنا اشياء كثير في مجتمعنا، حتى عاداتنا الاجتماعيه بيننا وبين بعض، هذه اشياء يعني
مسألة وجود يعني. والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلاه.